السلام عليكم ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا اؤتمن خان، وهي خيانة الأمانة وخيانة المجلس. خيانة الأمانة إنك ترجع حاجة حد استأمنك عليها ناقصة، أو ترجعها في غير ميعادها، تأخرت عن موعد الإرجاع، ده خيانة أمانة. أما خيانة المجلس إنك تسجل مجلس أو تنقل كلام حدث في مجلس حتى لو الكلام ده صح خارج المجلس، أو تفتح سبيكر في التليفون وانت بتكلم حد دون إذنه، كل ده خيانة مجلس. الخيانة دي كلها بأنواعها هي خيانة أمانة. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، يكذب في كل صغيرة وكبيرة، سواء من وجهة نظره دي هتضر بحد أو مش هتضر بحد، تلاقيه بيكذب دائما. وإذا عاهد غدر، يوعد بحاجة ويخلف فيها، يقطع على نفسه عهد ويغدر بيه. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، تلاقيه بعد خصومة أو بعد انتهاء مصلحة يبدأ يقول ما ليس فيك، يشنع بيك، حتى لو الصفة الوحشة دي فيك تلاقيه بيذكرها دائما في كل مجلس. وإذا خاصم فجر، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. واحدة من دول لا قدر الله فيك، هتكون فيك خصلة أو خصلة من النفاق حتى تتركها. أما لو الأربعة دول لا قدر الله فيك، فأنت منافق عيار 24. وحاجة أخيرة، ممكن ما تكونش أنت القائم المباشر بأي حاجة من دول، وإنما كنت في مجلس ذكر أحدهم، حصل غيبة، حصل نميمة، حصل أي حاجة، وانت قاعد في المجلس انت لا متلقي، ولا انت اللي بتقول، لا انت اللي بتفشي سر مجلس، او انت اللي قاعد في خصومة او في فجر خصومة، بس قاعد في مجلس دون انكار، دون اللي انت تقول للي بيغلط لا انت مخطئ في دي، او دي غيبة او نميمة، او على الاقل تترك المجلس وتقوم. لو انت كنت سلبي بقعدتك في المجلس دون إنكار أو دون ترك المجلس، فأنت منافق. اسمع قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.